الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا يا ربي فإنا مؤمنون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا هيئة ولا صورة ولا جسم ولا أعضاء له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. ومن وصف الله بمعنى أي بصفة من صفات البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى في الاعتكاف في المسجد والاشتغال بعلم الدين وانتظار الصلاة الثانية، فذلكم الرباط. أحبابنا الكرام، ما زلنا في شرح كتاب العقيدة الضحاوية، حيث شرحنا في الدرس الماضي قول الإمام الضحاوي رحمه الله عن الله تعالى: رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل شرحنا بقول المؤلف الإمام الحافظ المحدث أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عن الله عز وجل، حيث قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني الله تعالى قديما، يعني كان في الأزل متصف سبحانه وتعالى في الأزل بصفات، لأن الله تعالى أزلي فصفاته أزلية، وكل صفات الله تعالى كمال لا يوجد فيها نقص. لا يتصف سبحانه وتعالى بصفات النقص، فالله كان في الأزل متصفا بصفات أزلية، هو سبحانه أزلي وصفاته أزلية. قبل أن يخلق هذا الخلق كان في الأزل موجودا متصفا بصفات أزلية. الله بعد أن خلق هذا الخلق ما ازداد بهم كمالا، لأن كمال الله أزلي أبدي. الله لم يزدد بشيء من خلقه كمالا، يعني لا يقال
الله صار يقال له الرب بعد أن خلق المربوبين الذين يملكهم؟ لا، لا يقال الله بعد أن خلق الخلق صار يتصف بالخالق، لا، الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، هو لا ابتداء له وصفاته لا ابتداء لها، لأن حدوث الصفة اللي تطرأ عليه صفة جديدة بتزيد عليه صفة جديدة، هذا يستلزم حدوث الذات، يعني الذات مخلوق. إحداث الله تعالى للعرش لم يغير من صفته شيئا، إحداث الله لجهة فوق لم يغير في صفة الله شيئا. أما على قول المشبهة المجسمة، إحداث الله للعرش غير فيه، لأنه على زعمهم صار مستقرا عليه، وعلى قول بعضهم صار محاذيا له، معناه تغير. معنى قولهم هذا بأن الله بإحداثه بخلقه للعرش تغير، أنه عزام كان من موجود على العرش، لما خلق العرش استقر عليه، هذه صفة التغير، والتغير أكبر علامات الحدوث. ومعنى قولهم المشبهة المجسمة بأن الله يسكن جهة فوق، أنه بإحداثه بخلقه لجهة فوق تغير، وأن التغير أقوى علامات الحدوث، وهذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. توجد صفات لله تسمى صفات الذات، هذه الصفات التي يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، مثل الوجود. الصفات الثلاثة عشر هذه كلها تسمى صفات الذات، يعني يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. السمع عكس الصمم، لا يوصف به، هذه من الصفات، صفات الذات. الوجود ضده عكسه العدم، لا يوصف الله بهذا، فهي من صفات الذات. وتوجد صفات تسمى صفات الفعل، شو هي؟ هي التي يوصف بها وبمقابلها، مثل الإحياء والإمادة، يوصف الله تعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت. الله يحيي من يشاء له الحياة ويميت من يشاء له الموت. الله تعالى يسعد من شاء له السعادة ويشقي من شاء له الشقاوة. يرزق من يشاء ويحرم من الرزق من شاء. هذه تسمى صفات الفعل، يوصف بها ويوصف بمقابلها. ملخص ما ذكرناه أن الله ذاته أزلي وأن صفاته أزلية، واضح؟ إذا طرأ صفة هذه للمخلوق لا يوصف الله بها، فهو أزلي سبحانه وصفاته أزلية. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه أنه يجب لله تعالى القدم ووجوبه بالشرع والعقل. ثبت أن الله قديم لا ابتداء لوجوده، وهذا ثابت بالشرع والعقل. يجب لله القدم، لا بمعنى تقادم الزمن، لأن تقادم الزمن يكون في الحوادث التي لوجودها بداية،
قدم الله ليس معناه مرور زمن، لأن الزمن مخلوق، ومرور الزمن لا يكون إلا على المخلوق. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وهذا ثابت بالشرع والعقل، فإنه لو لم يكن قديما أي أزليا لكان حادثا يعني مخلوقا، ولو كان حادثا مخلوق لاحتاج إلى محدث إلى خالق، وذلك ينافي الألوهية. من الأدلة النقلية أي من القرآن والسنة على أن الله هو الأول الذي لا ابتداء لوجوده، قول الله تعالى: هو الأول. وروى الترمذي والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله تعالى الأول، فيجب الاعتقاد بأن الله تعالى هو الأول بمعنى أن لا ابتداء لوجوده، أي لم يسبق وجوده عدم. والدليل على أن الله تعالى هو الأزلي ولا أزلي غيره أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل فيما لا بداية لوجوده، ولم يكن أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا نور ولا ظلام ولا ماء ولا مكان ولا زمان، لم يكن إلا الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن قديما للزم حدوثه، فيفتقر إلى محدث إلى خالق. لو لم يكن لا ابتداء له لكان محدثا مخلوقا موجودا بعد عدم، ولو كان مسبوقا بالعدم لاحتاج إلى غيره ليوجده، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. والإله لا بد أن يكون أزليا، وإلا لكان محتاجا إلى غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: ثم الحدوث مستحيل عليه شرعا أيضا، لأن الله تعالى قال: هو الأول، أي الموجود الذي ليس له ابتداء. الحدوث يعني الوجود بعد العدم، والمتصف بهذا أنه ما كان موجود ثم انوجد، ماذا يكون؟ يكون حادثا، يكون مخلوقا. والحادث هو الذي تقوم به صفات تحدث ثم تنقضي ثم تحدث ثم تنقضي، وهكذا طلع بالعالم كله متغير، لأنه مخلوق له بداية. الله أزلي لا بداية له، فلا يتغير ولا يتبدل سبحانه وتعالى. الحدوث مستحيل في حق الله، لأن الله هو الأول الذي ليس له ابتداء. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: فالأول في هذه الآية هو الأول الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء، لأن الأولية النسبية يقترن بها الحدوث
الذي هو مستحيل على الله. يعني مثلا لو قلنا من أول من دخل إلى المسجد اليوم؟ وقلنا مثلا الحج فلان، هي اسمها أولية نسبية، يعني هو الأول أو هو أول واحد بالنسبة لغيره ممن جاء بعده. هذا في حق المخلوق، لأن إذا قلنا فلان أول من دخل معناه تبعه غيره، معناه الحدوث، واضح؟ قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: فلا معنى للأولية في حق الله إلا الأولية المطلقة نسبية للمخلوق، المطلقة لله، أي أنه موجود لا بداية لوجوده. الله لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأزلي بهذا المعنى. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وفي السنة النبوية روى مسلم في الصحيح والنسائي وابن حبان وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول في حق الله أي الذي لا ابتداء لوجوده، أي لم يسبق وجوده العدم، لم يكن معدوما ثم وجد. العالم كله ما كان موجودا ثم وجد، أما الله فوجوده أزلي ليس لوجوده بداية. من قال عن أي شيء أنه لا بداية له مع الله هذا كافر، لأنه تكذيب لمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: هو الأول والآخر. هو مثل ما شرحنا بالدرس الماضي ضمير، والضمير بيكون معرفة، المعرفة مقابل النكرة. والأول في الآية معرفة لدخول التعريف عليه، هو إعرابها مبتدأ، والأول خبر. علماء البيان شو بيقولوا؟ قالوا: إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة دل ذلك على الحصر، معناه هو وحده الذي لا ابتداء لوجوده. مثاله: إذا قلت زيد حاكم، حاكم لهذا البلد، هذا لا يدل على انفراد زيد بالحكم. أما لو قلت زيد هو الحاكم في هذا البلد معناه هو حاكم البلد. فالأولية قسمان: أولية مطلقة، هذه لا تكون إلا لله، وهناك الأولية النسبية. الأولية النسبية كما لو قلنا آدم أول البشر، وكما ورد في القرآن: وأنا أول المسلمين. هذه أولية نسبية، يعني أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين في زمانه، وليس معناه أنه لم يكن قبله مسلمين. كلنا تعلمنا أن كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، وأتباعهم كانوا مسلمين، من اتبعهم كان مسلما، ومن خالفهم لا يكون من المسلمين. قال شيخنا الهرري رحمه الله رحمة واسعة: ويجب القدم أيضا لصفاته. من الله قديم كمان يجب القدم
لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات لكان ذلك موجبا لحدوث الذات. أنت مخلوق ليش؟ لأنه بتكون فيك صفات تتغير فيك من حال لحال. لو كان تقوم الصفات في ذات الله لكان متغيرا، لكان محدثا، لكان محتاجا، والاحتياجية تنافي الألوهية. أنا مخلوق أتغير من حال إلى حال، تحدث في صفات. الله الخالق لا تحدث في ذاته صفة سبحانه وتعالى. قال شيخنا الهرعي رحمه الله رحمة واسعة: فتغير الأحوال على الذات هو أكبر أدلة الحدوث من مخلوق. فصفاته أي الله أزلية بأزلية الذات، فنعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد لله علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر. فالله عالم بعلم أزلي، علم ما كان وما سيكون. يعلم الله عدد أنفاس أهل النار الذي هو لا نهاية له، يعلم الله عدد أنفاس أهل الجنة الذي هو لا نهاية له، بعلم واحد أزلي أبدي غير متجدد. العلم المتجدد للمخلوق، الله تعالى علمه ليس متجددا. إذا فهمنا أن الله تعالى يعلم بعلم واحد أزلي أبدي غير متغير، كل ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له، يفهم الذي عنده الفهم سليم أن كل ما يجري في هذا العالم هو أيضا بمشيئة الله وبتقدير الله وبتخليق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لما نقول علم الله، ما معناه؟ العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، هذا تعريف العلم. فلما نقول علم الله ما كان وما سيكون مما لا نهاية له بعلم واحد أزلي أبدي، يفهم من ذلك أن كل ما يجري بمشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله سبحانه وتعالى. لما نقول العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، معناه لا يحصل خلاف ما علم الله. فإذا كل ما يحصل في هذا الكون من إيمان وكفر ومعاصي وطاعات وغير ذلك، هذا بعلم الله يحصل وبمشيئة الله يحصل وبتقدير الله، لأن الله علمه فلا بد أن يحصل ما علم الله. يعني الله شاء أن يحصل ما علم أن يكون، وقدر أن يحصل ما علم أن يكون، وهو الذي يخلق ذلك. هون قبل ما نبدأ بشرح ما قاله الشارح، لا بد أن نبين أن الله تعالى ذاته أزلي وصفاته أزلية، يعني لا يقوم بذات الله الأزلي
صفة حادثة. هذه هي العقيدة السليمة. فإذا سألك سائل: هذا الخلق يتجدد، كيف يحصل هذا؟ نقول له: الله تعالى صفته أزلية، التخليق، تخليق الله أزلي، المحدث هو المخلوق، هذا المحيا هو المخلوق، يعني خلق الآن هو المخلوق. إحياء الله هي صفة أزلية، هذه الصفة. المحيا هو الحادث، كذلك رزق الله أزلي، والرزق هو الذي يأكله الإنسان، وهذا المرزوق هو الحادث. واضح؟ كذلك إسعاد الله لمن شاء له السعادة، وإشقاء الله لمن شاء له الشقاوة، صفة الله أزلية. هذا المشقى وهذا المسعد هو الحادث، هو المخلوق، لأن الله تعالى لا يجوز أن يقوم بذاته صفة حادثة. بهذه الطريقة السهلة البسيطة يفهم ما سيأتي من كلام الشارح رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأكبر، عم بحكي عن الله، شو قال؟ وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، يرى لا كرؤيتنا، يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا حروف ولا آلة. من أمتين عن الكلام أبو حنيفة من 150 للهجرة، يعني هالكلام له 1400 سنة، 1300 سنة. من من جمعية المشاريع؟ بس نتشرف نحن انه عم بنعلم عقيدة هؤلاء اللي اخذوا من الصحابة ومن التابعين وغيرهم. شوفوا كلامه، لما نحن نقول الله يتكلم بلا حرف، بلا صوت، بلا لغة، بعض الناس بقول لك ليه عم تقول هيك؟ من وين جبتها؟ الإمام أبو حنيفة من 1300 سنة عم بقول: والله تعالى يتكلم بلا حروف ولا آلة. شو اللي قال؟ والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. لذلك قال الإمام أبو حنيفة عن صفات الله: وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة. فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو توقف أو شك فيها فهو كافر بالله. هذا كلام الإمام أبو حنيفة، لأنه إذا قال صفة الله مخلوقة فكأنه قال ذات الله مخلوق. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: ثم الصفات التي يجب لها القدم، يعني الأزلية، اختلف فيها طائفة أهل السنة. هون بدنا نركز، مطلوب التركيز، أنه هيدي المسألة تحتاج إلى انتباه. حنذكر هلا شو قالوا الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين، وشو قالوا بالصفات. بدنا نكون واعيين واضحين، ننسى التليفون وننسى شو طابخين بالبيت، نركز هلا. قال شيخنا الهرري رحمه الله: فمنهم من قال بصفات الذات أزلية وصفات الأفعال حادثة. مش معناته الله تقوم به صفة حادثة، لا، هون المراد بصفات الأفعال
ليس بصفات الذات، قلنا صفات الذات أزلية أبدية. كيف يقولون عن صفات الأفعال حادثة؟ لأنهم لا يعتبرونها صفة قائمة بذات الله، واضح؟ كل أهل الحق يقولون الصفات القائمة بذات الله أزلية أبدية، لأن الذات أبدي فالصفة القائمة بذات الله أزلية أبدية، واضح؟ اختلفوا بصفات الأفعال. قال شيخنا الهرري: فمنهم من قال بصفات الذات أزلية وصفات الأفعال حادثة، لأنها لا تقوم بالذات، إنما هي آثار القدرة الأزلية. وضحت؟ قدرة الله أزلية، آثار القدرة حادثة. صفة الله القدرة أزلية، الآثار اللي بتصير هيدي آثار القدرة حادثة. قدرة الله أزلية كسائر صفات الله التي هي قائمة بذاته، أي ثابتة له. هيدي معنى قائمة بذاته، أي ثابتة له. هناك فرق بين صفات الفعل وصفات الذات. صفات الذات التي الله تعالى متصف بها صفات يوصف قلنا بها ولا يوصف بمقابلها، الوجود، الكلام، الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، هذه تسمى صفات الذات. الله يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. أما صفات الفعل هي الصفات التي يوصف بها قلنا وبمقابلها، التخليق، الرزق، الإسعاد، الإشقاء. الله يسعد من يريد ويشقي من يريد، الله يجعلنا وإياكم من السعداء. يرزق من يشاء ويحرم من يشاء من الرزق. لاحظوا شوي شغلة، مش القبضايات والعضلات. الله الله، لبسينة ما حامل شهادات، مظبوط ولا لا؟ ليه بيجي الله بحط لها أكل؟ رزقة إجا لعندك، الله هو الرزاق. فالشغلة مش بالشهادات وبالعضلات وبالقوة، ما كتب لك لابد أن يصلك. نقطة الصدر. الله تعالى يحيي ويميت، له صفة الإحياء والإماتة. تخليق الله أزلي والمخلوق حادث، إحياء الله أزلي والمحيا حادث، إماتة الله أزلية والممات حادث. هيدا معنى صفات الفعل، يوصف الله بها ويوصف بمقابلها. فعله في الأزل والمفعول حادث، لأن الله تعالى لا تقوم بذاته صفة حادثة، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. وأقوى علامات الحدوث تغير، والحدوث الصفة تتغير. لذلك قال أهل السنة: الله واحد في ذاته، أي ذاته لا يشبه ذوات الخلق. واحد في صفاته، أي صفاته لا تشبه صفات الخلق. واحد في فعله، أي فعله لا يشبه فعل الخلق. وفعله لا يشبه فعل خلقه. نحن أفعالنا بالمزاولة، بآلة، بحركة، هيدي كلها صفات المخلوقين، لا يجوز أن يوصف الله بذلك. الله مخالف للخلق في ذاته
صفاته وأفعاله. فعل الله ليس كفعل المخلوقات، الله تعالى فعله بطريق الخلق والإيجاد، أما نحن فعلنا ليس بطريق الخلق، إنما فعلنا بالمباشرة بالآلة بحركة. لذلك يقولون معنى الواحد الذي لا شريك له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله. ليس معنى الواحد العدد، لا، الله واحد ليس من طريق العدد، لكن من طريق أنه لا شبيه له ولا شريك. قال شيخنا الهرمي رحمات الله تعالى عليه، وقال فريقان مش ضد بعض، لا، بس هذا فسر بمعنى، هذا فسر بمعنى. شو قال؟ وهؤلاء هم الأشاعرة، أي الطائفة المنسوبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وليس ذلك قول جميع الأشاعرة، لا، بل هو قول بعضهم، وغلب ذلك على أكثر الأشاعرة المتأخرين. أما المتقدمون فكان كثير منهم يقول بأزلية صفات الأفعال أيضا، وهذا اللي عليه شيخنا أن صفات الأفعال أزلية كمان. قال شيخنا الهرمي رحمات الله تعالى عليه: وصفات الأفعال هي إحياؤه لمن شاء له حياته من المخلوقات، هذه اسمها صفة فعل، يعني يوصف بها رب العالمين ويوصف بمقابلها. أما صفة الذات لا يوصف بها ولا يوصف بمقابلها، واضح؟ قال شيخنا الهرمي رحمه الله رحمة واسعة: وإماتته لمن يميته، والإسعاد والإشقاء وغير ذلك مما لا يحصى، هذه تسمى صفات الفعل، واضح؟ ناخذ بكلام شيخنا احنا وقول الأشاعرة، شو بيقول عنها؟ أزلية، خلصت، ما في ضرر. قال شيخنا الهرمي رحمه الله رحمة واسعة: ويعبر عن ذلك عند الماتريدية، الماتريدية إن إخواته للأشاعرة، مش هو العقيدة وهو العقيدة، وليس معناه مثل ما بيوهموا، كنت انتبهوا، هؤلاء الوهابية بقول لك بدعة الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة، هم مئات الملايين من المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا على هذه العقيدة. جمع الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو موسى الماتريدي، أبو منصور الماتريدي، جمعوا العقيدة ورتبوها، مش معناته إجوا بعقيدة جديدة، واضح؟ فقال شيخنا رحمات الله تعالى عليه: ويعبر عن ذلك عند الماتريدية بالتكوين، والتكوين عندهم صفة فعل قديمة أزلية كصفات الذات، ولا يلزم من قدم التكوين قدم مكون، يعني صفة الله أزلية، التكوين أزلي، أما المكون المخلوق حادث، خلصت، اثنيناتهم على نفس المعنى، تنزيه الله عن التغير وأن تحدث له صفة جديدة، خلصت. قال شيخنا الهرمي رحمات الله تعالى عليه: قال كما لا يلزم من قدم القدرة الإلهية قدم المقدورات، فهذا العالم مقدورات، مقدورات الله أحدثه الله بقدرته الأزلية،
فالقدرة أزلية ومتعلقها وهو العالم حادث. قالوا كذلك التكوين أزلي والمكونات حادثة، ويعبر عن ذلك أيضا بالفعل، كما قال الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري: فعله تعالى صفته في الأزل، والمفعول حادث. في هذه المسألة ما تريدية يقولون الله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. أما الأشاعرة يقولون فعل الله ليس صفة ذاتية قائمة بذات الله، إنما فعل الله عبارة عن أثر القدرة. القدرة قديمة ومتعلقها مخلوق حادث. شفتم مع الصلاة واضحة كله تمام. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: فيقال فعل الله أزلي ومفعوله حادث. كل منا فليحفظ هذه الجملة: فعل الله أزلي والمفعول حادث. فعل الله أي صفة الله، صفات الله أزلية أبدية، والمفعول أي المخلوق حادث يعني مخلوق. كل هذه المخلوقات مفعولات هي آثار قدرة الله. جمهور الأشاعرة الفعل عندهم حادث غير قائم بذات الله، إنما هو متعلق القدرة الأزلية. أما فعل الله عند الماتريدية والبخاري أزلي، قالوا الله يفعل المفعولات بفعله الأزلي، يخلق بتخليقه الأزلي. التخليق أزلي هي صفة لله قائمة بذات الله لا بداية لها. أما المخلوق حادث له بداية. الله يسعد من يشاء بإسعاده الأزلي. الإسعاد أزلي والسعادة الحادثة للشخص المخلوق، واضح؟ الله يميت من يشاء بإماتته الأزلية. الإماتة يعني صفة لله أزلية، والموت الذي يحصل في الشخص حادث. هذا قول كثير من السلف، وهو قول الماتريدية وقسم من الأشاعرة. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: فإذا كان كذلك تبين وظهر أنه تبارك وتعالى لم يزدد بإحداثه الخلق صفة حادثة. صفات الأفعال عند الماتريدية كصفات الذات في الأزلية، وحجتهم ظاهرة ما فيها إشكال. فإذا قيل أحيا الله كذا أو أمات الله كذا، المعنى المقصود عندهم الماتريدية أن الله أحيا هذا المخلوق الجائز العقلي بصفته التي هي أزلية، وهي صفة الإحياء. فالمحيا حادث، أما إحياء الله له فهو أزلي. وكذلك يقال عندهم في إماتة الله لمن يميت من خلقه، أماته الله لهذه الأشياء التي يميتها صفة أزلية أبدية له. لكن اتصاف هذه الأشياء بالموت هو المحدث، وهذا لا إشكال فيه لمن فهم المعنى المقصود
وهذا الأمر يطرد فيما أشبه ذلك. إيش يعني؟ يعني يجري فيما أشبه ذلك، هيك على كل الأمور. فإذا قيل الله أسعد السعداء من خلقه أو أشقى الأشقياء من خلقه، فالإسعاد والإشقاء اللذان هما صفتان أزليتان لله من غير لزوم أزلية المشقى أو المسعد. الله أشقى الأشقياء وأسعد السعداء، فصفة الله أزلية، أما المشقى والمسعد حادثان. فالعباد الذين يشقيهم الله محدثون وشقاوتهم حادثة، وكذلك العباد الذين أسعدهم الله تعالى هم محدثون وسعادتهم حادثة. أما إشقاء الله للذين أشقاه وإسعاد الذين أسعدهم فأزلي. الله يجعلنا من أهل السعادة. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وهذا الاعتقاد كان هو اعتقاد السلف، ولو لم يشهر هذا التعبير عنهم لكن المعنى كان موجودا في كثير من التعاريف والاصطلاحات استعملها العلماء، ما كانت مشهورة أيام السلف لكنهم كانوا يعرفونها، إنما شهرت بعد ذلك فكررها العلماء بعد ذلك لحاجة الناس إليها. يعني كان هذا العلم موجودا عند السلف الصالح لكن ما أظهروا هذا التعبير لأنهم ما وجدوا الحاجة ماسة لذلك. فيما بعد العلماء صاروا يستعملون هذه المصطلحات لمسيس الحاجة لذلك، وجدوا أن الحاجة ماسة لهذا، غيرت عن ناس اللغة والأفهام، فصاروا يستعملون هذه التعابير. واضح؟ قال شيخنا الهرري: وقد صرح الإمام أبو حنيفة في بعض رسائله بأن فعل الله صفة له في الأزل ومفعوله حادث، وهو في النصف الأول. عليك عن الإمام أبو حنيفة قال: وهو في النصف الأول من عصر السلف. فلا يقال لو كان هذا معتقد السلف كان يسمع من فلان وفلان من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، فلا يضر مثبت القدم لصفات الأفعال عدم ظهور هذه التعابير عنهم، أي القول بأن صفات الأفعال قديمة، فاشتهار هذا ليس شرطا في ثبوت اعتقاد السلف ذلك. قال شيخنا الهرري رحمه الله: أما الأشاعرة فأكثرهم يقولون يحيي من شاء، أي يحدث فيه الحياة بقدرته، فالإحياء عندهم أثر القدرة ليس قائما بذات الله، لذلك تجرأوا على قولهم الإحياء صفة فعل حادث عندهم، هكذا ليس قائما بذات الله. أما أن يعتقدوا أن إحياءهم صفة قائمة به وحادث فليس من معتقدهم، اعتقاد أن كل صفات الله أزلية. لا يوجد إنسان مسلم يعتقد أن صفة قائمة بذات الله تكون حادثة، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. قال شيخنا الهرري: فلا يلزمهم من ذلك أن يكونوا وصفوا الله بالحدوث، ولا أن يكونوا نسبوا إليه صفة حادثة قائمة بذاته، وكذلك في الإمادة، وكذلك في الإسعاد والإشقاء، والرزق أيضا من صفات الأفعال. قال شيخنا الهرري: فبعد اتفاق الفريقين أنه لا تقوم بذات الله صفة
لم تكن له في الأزل، ليس في اختلافهم هذا ما يضر في أصل الاعتقاد، بل هذا اختلاف لفظي، اختلاف في التعبير، وكلا الفريقين على هدى. إنما الضرر الأعظم والكفر والإلحاد هو أن يقول القائل الله تعالى يقوم به صفة حادثة كابن تيمية. ابن تيمية قال الله تقوم به صفة حادثة، قال الله يتكلم بحرف وصوت ولغة، يتكلم بحرفين متعاقبين قائلا كن كن كن، على زعم كلما يوجد شيء الله يقول كلمة كن من كاف ونون لإيجاد كل معلوم. فعلى زعمه الفاسد لابن تيمية الله لا يفرغ من قول كن كل الوقت، لأنه في كل لحظة يدخل في الكون من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. فعلى زعمه الله كل الوقت يقول كن كن كن. هذا يجوز على الله؟ هذا لا يجوز على الله أن يكون ناطقا كما هو يزعم أن يكون متكلما بحرف وصوت ولغة بحرفين متعاقبين. أهل السنة والجماعة يقولون الله يوجد ما يوجده بمجرد تعلق مشيئته أن يوجد هذا الشيء، يوجد في الوقت الذي شاء الله أن يكون بتخليق الله سبحانه وتعالى، يوجد في الوقت الذي أراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس معناها أن الله كلما أراد وجود شيء ينطق بكاف ونون متعاقبتين فيوجد هذا الشيء، لا، معنى هذه الآية سرعة الإيجاد، يعني إذا أراد الله في الأزل أن يوجد شيء وجد في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه دون ممانعة من أحد ولا تأخير من أحد. هذا معنى الآية، واضح؟ مش مثل ما قال ابن تيمية كلمة بده يخلق شيء رب العالمين على زعمه قال فيقول كن كن كن، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية سرعة الإيجاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.